أهلا بكم إلى جولة صحفية مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، ونبدأ هذه الجولة بصحيفة الأخبار ونطالع منها. الرئيس يستكمل جولته في غرب إفريقيا بعد زيارة لأمريكا. السيسي وزيارتين لواشنطن وزيارة لواشنطن مثمرة والقطاع الخاص قاطرة التنمية. الرئيس يشيد بدور الشعب في نجاح الإصلاح الاقتصادي. الاستفادة من عائد تأجير ممتلكات الدولة لإنشاء مشروعات جديدة. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية جولة ناجحة للرئيس في أمريكا وإفريقيا. السيسي مباحثاتي مع ترامب مثمرة، واتفقنا على تعظيم التبادل التجاري. رئيس الوزراء للمحافظين خلال جولته في البحيرة تقرير شهري بموقف تقنين أراضي الدولة والأصول المتأخرة. إنشاء 5 مناطق لوجستية لتوفير السلع بأسعار مناسبة. صحيفة الأهرام جاءت أبرز عناوينها كالتالي: قمة السيسي ترامب تعكس التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، زيارة تاريخية للرئيس إلى كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون بين البلدين، حفل عالمي مبهر في انتظار ضيوف مصر أمام الأهرامات، الفانتينو يتصدر 700 شخصية عالمية في قرعة كأس العالم الإفريقية. من صحيفة الشروق نطالع: سفيرة مصر في السنغال محادثات موسعة وتوقيع اتفاقية ضمن جدول أعمال الرئيس في داكار. أبو الغيط: العالم الإسلامي يمر بأزمة تشدد ويجب تأهيل فكر رجل الدين. إسكان النواب تشكيل لجنة لوضع لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء. مصر تشارك في الملتقى التحضيري للمؤتمر الإقليمي حول التنمية المستدامة لمنظومة الواحات بتونس. صحيفة اليوم السابع كتبت في عناوينها: وفد البنك المركزي المصري يصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد. رمضان لامتحانات، طلاب أولى ثانوي والدبلومات الفنية يبدأون امتحان نهاية العام بالنصف الأول من شهر الصوم. عدد سكان مصر يرتفع إلى 98.5 مليون نسمة بزيادة تتجاوز 500 ألف مولود خلال 4 أشهر. الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة. ننتقل إلى مقالات الصحف المحلية ونطالع من صحيفة الجمهورية مقالا تحت عنوان مصر والإنجاز والمعجزة. يقول فيه الكاتب: أصبحت إنجازات مصر الاقتصادية والتنموية قصة نجاح تستحق التهنئة على المستوى العالمي. وقد حدث فعلا في واشنطن أن قدمت السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التهنئة للرئيس السيسي على ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. لقد حققت مصر إنجازات اقتصادية وتنموية كبرى أصبحت موضع إعجاب الخبراء حول العالم في إطار المشروع القومي الشامل للبناء والتنمية، والذي يستهدف صنع المستقبل الأفضل للوطن والمواطن. ولم يكن ذلك ممكنا لولا الرؤية الوطنية والإرادة الصلبة للشعب المصري. تحيا مصر. نتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات. إيران وتركيا سترحلان عن سوريا في نهاية المطاف، واللجنة الدستورية تشكل قريبا. الرئاسة الجزائرية تحدد 4 يوليو المقبل موعدا للانتخابات. من عناوين صحيفة الخليج الإماراتية نطالع: نتنياهو يعبر عقبة جانتس ويحشد المتطرفين، إحباط فلسطيني من نتائج الكنيست وترامب يحتفي بالفوز. اعتراف داعشي: هربنا أطنانا من الذهب والبغدادي في مناطق أنقرة. انفجار يستهدف الجيش التركي، وأنباء عن انسحاب روسي من تل رفعت. من الصحف السعودية نطالع من صحيفة الوطن: عملية نوعية للتحالف لتدمير ورشة الطائرات المسيرة بصنعاء. العراق يطلب من دول المتشددين ثمن محاكمتهم على أراضيه. الجيش الليبي يقترب من دخول العاصمة طرابلس. مشروع قرار أمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك.
إلى جريدة الرأي الكويتية نطالع: غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار لتجنب معركة دموية في طرابلس. نتنياهو ولاية خامسة تاريخية، ووسائل إعلام أجنبية تؤكد فوزه يقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية. بومبيو يقول إيران مرتبطة بالقاعدة. نتابع قراءتنا في جريدة الحياة التي كتبت: بعد دعوة ماكرون روحاني إلى تجنب أي زعزعة لاستقرار المنطقة، باريس تخشى على لبنان من استخدام إيران حزب الله في ردها على القرار الأمريكي ضد الحرس الثوري. المعارك تتكثف حول طرابلس قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن. فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بولاية خامسة في الحكم ألقى بظلاله على مقالات الرأي، ولعل أبرزها مقال ماجد توبة بجريدة الغد الأردنية، والذي جاء تحت عنوان رسائل الانتخابات الإسرائيلية، وقال فيه: بفوز الإرهابي نتنياهو وليكوده في الانتخابات التي جرت أول أمس، يرسل مجتمع هذا الكيان الرسائل بكل الاتجاهات بأن لا مكان فيه إلا للعنصرية والتطرف والإرهاب، وأن كل أوهام السلام والتسويات مع محيط عربي باتت هي وأصحابها خلف ظهورهم. بتتويج نتنياهو فإن القادم سيكون أخطر، ونحن لا نخشى على قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود واقتراح أدوات النضال الوطني في التصدي لكل المؤامرات وقدم ما تبقى من حقوق وطنية، لكن نستشعر صعوبة المرحلة وقساوتها، وهي ما تفرض على الشعب الفلسطيني التوحد ونبذ الانقسامات بما يعزز الصمود بوجه العدوان العنصري. نتحول إلى الصحف العالمية، ونبدأ بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء اعتماد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى المنظمة الدولية، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما شرعيا للبلاد. مايك بومبيو: الرئيس دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران. نقرأ من صحيفة البايس الإسبانية: مايك بومبيو يدعو لضم الصين إلى معاهدة ستارت الجديدة للحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية. دونالد ترامب يؤكد أنه لم يقرأ تقرير التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا. السلطات الألمانية: أحبطنا 13 هجوما إرهابيا منذ 2010. من الصحف الفرنسية نقرأ من لوموند: تيريسا مي توافقت على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكزيت 6 أشهر، أي حتى 31 من أكتوبر المقبل، من أجل إيجاد أفضل حل ممكن للخروج. ملايين الناخبين يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في الهند اليوم. ومن أبرز عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: أردوغان يعلن احتمال تقريب موعد تسليم صواريخ S-400 الروسية، وتركيا قد تتجه إلى مكان آخر إذا رفضت أمريكا بيع منظومة باتريوت وطائرات F-35. عشرات القتلى في مواجهات بين القوات الحكومية وطالبان، والقوات الأفغانية تدمر سجنا ومستودعات أسلحة لطالبان. في الصحف الإيرانية نقرأ من التايمز: رغم موافقتها على تأجيل بريكزيت، تيريزا مي تؤكد أن بريطانيا قادرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 من مايو المقبل. وزير العدل الأمريكي FBI تجسس على حملة دونالد ترامب. بنيامين نتنياهو يتجه للفوز بولاية خامسة بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية أنه في الموقع الأفضل لتشكيل حكومة جديدة. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية قالت في افتتاحيتها إن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تراوح مكانها، وكتبت: قبل يوم من موعد 12 أبريل، الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا، اتفقت المملكة المتحدة وشركاؤها 27 على تجنب التداعيات المؤذية للانفصال من دون اتفاق بعد أكثر من 40 عاما على إقامة الاتحاد الأوروبي، وقرروا تأجيل الانفصال 6 أشهر في محاولة لتجنب التداعيات السيئة للانسحاب بدون اتفاق والتوصل لأفضل الأوضاع الممكنة للمملكة والاتحاد والخروج بشكل منظم ومن دون مواجهات. ورغم الاتفاق على التأجيل، ورغم أن المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شكلوا جبهة موحدة تجاه البريكزيت على مدار 3 سنوات، لا تزال ماي داعمة لسرعة الانسحاب.
مشاهدينا، وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا مع أبرز عناوين الصحف اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.